يوم من الأيام جلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من الصحابة، سمع دوي وقرع في السماء، رفع رأسه، قال جبريل يدارس القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع رأس جبريل ورفع رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل يقول: يا محمد، فتح اليوم باب من أبواب السماء ما فتح من قبل، ونزل ملك وما نزل من قبل. قال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يأتهن أحد بها قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة. هذا الحفظ لنا في بيوتنا، أول ما تغيب الشمس علم بناتك وعيالك، أقرأ خواتيم البقرة اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون، حفظ لك. من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفتاه، تكفيك من كل شر سوجن، قال بعض الشراح حتى تكفيك من قيام الليل.